وسهلا بيكم اصدقائي المثقفين. انا دكتور توحة. دكتور توحة؟ ايه الاسم ده؟ وانا لو عياه اروح لدكتور اسمه توحة؟ استاذ بدر ما تخرجش عن النص. هو دايما كده، نقول له يمين يروح شمال، ما بيسمعش الكلام يا دكتور. سكر؟ ايه ده، هيجي لك شجر؟ اهدى ازاي، ده انا مش ملاحق، حبه فوق وحبه تحت. ده زي المرجحه كده يا اخي. سيبني في حالي بقى، هتفضل ملازمني كده على طول؟ انت ظبط اكلك والعب رياضه وخد الانسولين. يا دكتور انا بشتكي لك منه، انا بحرق شرايين زي السجاير، عمال بزغلل له في عينيه واديله اشارات عشان يظبطني، ما عندوش دم. بص بياكل ازاي، مش هتبطل لما اخد طرف من اطرافك انت. خلاص بقى يا استاذ سكر، بودي عارف غلطه وهيصلح من نفسه. مش قلت لك؟ انا احمد محمد وده برنامج العياده. قررت اقوم بدوري في المجتمع، هقدم لكم التثقيف الصحي السليم بشكل مبسط ومش ممل. تابعوني. هنتكلم النهارده عن مرض مصر بتحتل فيه الرقم 8 عالميا بواقع 39 مليون مصاب، مرض السكر. البنكرياس عندنا بيفرز هرمون اسمه الانسولين. الانسولين ده مفتاح الخلايا في جسمنا عشان يدخلها الجلوكوز. الجلوكوز ده الماده اللي بتطلع من عملية هضم الطعام، يعني احنا بناكل والاكل بيتهضم وبيتحول لجلوكوز وبيبدا يخش في الدم عشان يتوزع على الخلايا عشان تحرقه ويدينا الطاقه اللي احنا بنمارس بيها نشاطنا اليومي. مرض السكر بقى هو خلل في وظائف البنكرياس بيخليه ما يقدرش يفرز الانسولين، بالتالي الجلوكوز ده هيفضل في الدم. انواع مرض السكر 3 انواع. سكر النوع الاول، وده نوع اغلب اصاباته بتيجي للاطفال والمراهقين، واسبابه 90% منها مناعيه. جهازنا المناعي بيفرز اجسام مضاده بتهاجم البنكرياس، بتهاجم تحديدا خلايا اسمها خلايا بيتا في البنكرياس، ودي المسؤوله عن افراز الانسولين، والعمليه دي بتاخد من اسابيع لسنين. عشان كده سكر النوع الاول ممكن يتصاب بيه شخص بالغ كبير، وفي الحاله دي البنكرياس بيفضل يقل مفعوله لحد ما بينتهي خالص وبيقف. سكر النوع الثاني، ده نوع بيشكل 90% من اصابات مرض السكر، ونسبه الاصابه بيه بتزيد كل ما بيكبر في السن. نقدر نقول كده ان الانسولين بيبقى موجود لكن بتحصل مقاومه ليه، ما يقدرش على كميه الجلوكوز اللي في الدم عندنا، فبيستمر البنكرياس في افراز الانسولين لحد ما البنكرياس بيحصل له اجهاد وبيتوقف عن العمل تماما، او بيفضل يفرز الانسولين لكن بكفاءه قليله جدا. النوع الثالث من السكر وهو سكر الحمل، وده نوع بيجي للحوامل بس، بيتم اكتشافه في الثلث الثاني او الثالث من الحمل، بيستمر فتره الحمل بس، وساعات بيكمل مع الحامل عشان يتحول للنوع الثاني من السكر. اعراض مرض السكر، الاعراض اللي هقولها دي اعراض مشتركه ما بين الانواع الثلاثه اللي ذكرناهم: ريق ناشف على طول، حمام ميه كتير، جوع جامد، وزن بينزل مره واحده، همدان وتعب على طول، زغلله في العين، جروح مش قادره تتلقم. اسباب مرض السكر، الحقيقه ان السكر ملوش سبب معين، بس في حاجات لو عندنا بتزود نسبه الاصابه بمرض السكر. ان يكون وزنك زياده 20 كيلو عن الوزن الطبيعي والمثالي بتاعنا. الوزن المثالي ده اللي هو مثلا لو انت طولك 170 سنتي فانت وزنك المثالي بيبقى 70. نظام اكل ضايع، الوجبات السريعه وشرب الحاجات الساقعه والكلام ده. ولو ما تعرفش فالكان الواحده فيها 7 معالق سكر، والقعده الكتير والفريخه من غير مجهود، والوراثه برضو لو حد عندك في العيله كان مريض سكر. مضاعفات مرض السكر، مضاعفات مرض السكر كتير لانه حرفيا هوايته حرق الاعصاب وجمع العيون والاطراف. مرض السكر بيزود الاصابه بامراض القلب زي تصلب الشرايين والذبحه الصدريه، بيسبب تلف في الاعصاب والشعيرات الدمويه، تبقى قاعد مش حاسس بايدك او برجلك، ولو تعورت مش هتحس. وفي الرجاله ممكن يسبب ضعف الانتصاب، مشاكل في الكلى ممكن توصل لزرع او غسيل، مشاكل في العينين ممكن توصل للعمى، ورم في الرجلين وتسمم الحمل، ولاده الطفل قيصري عشان حجمه بيبقى اكبر من الطبيعي، والطفل بيبقى اكتر عرضه للاصابه بمرض السكر بعد كده. ازاي اعرف اني مريض بالسكر؟ لو حسيت باي اعراض من اللي فاتت دي وعندك العوامل اللي بتزود نسبه الاصابه بمرض السكر، او عندك مريض سكر في العيله زي جدك، جدتك، والدك، والدتك، حد من اخواتك، عمامك، خالاتك، يبقى لازم تعمل تحليل. تحليل السكر العشوائي فوق ال 190 فانت محتاج تكمل باقي التحليل وتعملها.
هيموجلوبين سكري. تحليل الهيموجلوبين السكري بيبين متوسط السكر في دمك 3 او 4 شهور فاتوا، والنسب بتاعته بتبقى من 5 و7 او اقل، ده الطبيعي. من 5 و7 ل 6 و4 ده بيقول لك ان انت في مرحله ما قبل السكر ولازم تاخد بالك من نفسك. اما بقى من 6 ونص فوق فانت كده مش مظبط سكرك وان انت مريض سكر. تحليل السكر الصايم، في التحليل ده لازم يكون صايمين من 6 ل 8 ساعات، اكتر من كده او اقل ممكن يعرض العينه للخلل. النسبة الطبيعية بتكون أقل من 100، أما من 100 ل 125 فأنت كده لازم تلحق نفسك برضه. بعد ال 125 فأنت للأسف كده مصاب بمرض السكر. تحليل السكر بعد ساعتين، وده حضرتك بتاخد فطارك بعد فترة الصيام، وتقعد ساعتين وتيجي بنسحب لك العينة. أقل من 140 ده الطبيعي، من 140 ل 190 فأنت كده في مرحلة ما قبل السكر، ولو ما رجعتش هتلوم نفسك بعد كده. من بعد ال 200 فأنت كده مصاب بمرض السكر. علاج مرض السكر، علاج السكر ممكن يكون انسولين او اقراص. الانسولين بياخدوه مرضى النوع الاول وحالات من النوع الثاني، وده عباره عن حقن بتتاخد تحت الجلد، يا اما في المنطقه دي يا اما حوالين السره او في الفم. وفي منه انواع، اهمهم او اشهرهم الميكستارد والاكترابت. الميكستارد ده الانسولين اللي هي. انسولين طويل المفعول بيشتغل من 30 دقيقه لحد 10 ساعات جوه الجسم، لازم ناخده واحنا قاعدين بناكل، واللي بيحدد لك الجرعات الدكتور. الاكترابت بقى بيشتغل بسرعه جدا، وما بيستخدموش الا في حالات الطوارئ بس، وليه جدول كده من 200 ل 250 بندي 5 وحدات، من 250 ل 300 بندي 10 وحدات، وهكذا. استخدام الانسولين لازم يبقى بحذر شديد جدا، عشان جرعه عاليه منه ممكن تكون مميته. وفي كمان الاقراص، والاقراص دي بنستخدمها اكتر في النوع الثاني وسكر الحمل، وفي منها انواع كتير جدا، الدكتور بيحدد الانسب ليك. تثقيف الصحي، كلنا معرضين لمرض السكر، الا الناس اللي بتحافظ على نفسها، اللي الرياضه جزء اساسي من حياتهم، بياكلوا خضار وفاكهه وما بيميلوش للدهون والكربوهيدرات والوجبات السريعه، بيشربوا ميه كتير، بيصحوا كل يوم الفجر وبيناموا بدري، بيشربوا كوبايه قهوه او شاي في اليوم وبسكر قليل جدا، بيمشوا كل يوم ربع ساعة، بيشوفوا الشمس الصبح وبيتعرضوها. لو كنت مريض سكر تقدر تحافظ على نفسك، تاخد علاجك بانتظام، جرعة زيادة ممكن تنهي حياتك. السكر الواطي أسوأ من العالي، السكر الواطي أعراضه زغللة ورعشة، عرق كتير وإرهاق. خلي دايما معاك توفي، لو خدت مكان جديد زي شغل أو مكان بتتردد عليه كتير وبتقعد فيه كتير، عرف اللي حواليك إنك مريض سكر، ودايما خلي في محفظتك ورقة بتقول إن أنت مريض سكر. ولو نسيت الدواء ده ممكن يعرضك لنوبة من السكر العالي، أعراضه شبه السكر الواطي بالظبط. عشان كده بنقول إن أي حد نعرف إن عنده غيبوبة سكر ومعناش جهاز سكر نقيس له بيه، يديله جلوكوز على طول أو أي حاجة حلوة، لأن السكر الواطي لفترة طويلة ممكن يدمر خلايا المخ، أما السكر العالي ممكن يلحقه. سكرك 4 مرات على الأقل في اليوم، وراجع الدكتور على طول لو في أي حاجة ظهرت أنت مش متعود عليها. تابع مع دكتور تغذية وامنع السكر، اعتمد في نظامك الغذائي على الحبوب الكاملة والخضار والفواكه اللي ما فيهاش سكر كتير زي الكمثرى والشمام، ابعد عن البطيخ والعنب، واشرب مياه كتير عشان تحافظ على كليتك، اكشف على عينيك كل سنة، دايما خليك لابس شراب، وحافظ على رجليك من التشققات، البس جزمة سكر ورطب دايما جلدك، خليك بارد، واجه الحياة بابتسامة، وابعد عن الضغوط النفسية. وفي النهاية سكر مرض العين، على اللي مش واخد باله منه، صديق لكل من اهتم بنفسه. السكر ده ضيف تقيل بس لازم هنكرمه، مش هتحس بيه لو مشيت على نظام غذائي ونمط الحياة الصحي. بص له على انه نعمة هتبعدك عن كل حاجة مؤذية، وهتظبط لك حياتك عشان تبقى بالشكل المثالي اللي كلنا بنحلم بيه. وافتكر ان مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة، الدنيا كلها اتخلقت في 6 أيام، يعني كل عادة كويسة بتبدأ صغيرة وبتنتهي بتغيير للأفضل. مين فينا ما يعرفش مريض سكر؟ ما تنساش تبعت له الفيديو ده، وما تنساش تدوس على زر اللايك والسبسكرايب، وقول لنا رأيك في الفيديو، ودمتم بألف صحة وخير. أقل من 100 بس طلع في كورة ايه؟ حصل حوار.
انا قررت على رفعه بنصور كل عقل نعم نعم تلات هنكلم بقى استنى وربع عم في كنت مش كده يا رب بس